نظمت مؤسسة حياة كريمة ندوة تثقيفية بجامعة أسوان عن نشاطها ووجود متطوعين بمحافظة أسوان، وتضمنت الكشف عن جهود وإنجازات المبادرة بالمحافظة، وحث شباب الجامعات على نشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية وأهميته بالنسبة للمجتمع والأفراد، وتم توزيع استمارات التطوع على الطلاب المشاركين. وخلال الندوة أكد نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون الطلاب والتعليم لؤي سعد الدين، أكد أن الجامعة نفذت العديد من مبادرات حياة كريمة خاصة في المجال الصحي، حيث أوفدت القوافل الطبية لدولة تنزانيا مرتين ثم لجمهورية جيبوتي، إضافة للمبادرات داخل حدود محافظة أسوان وخارجها في حلايب وشلاتين. المستهدف من خلال الندوة تعريف المجتمع الجامعي بدور طلاب الجامعات المشاركين معنا وزملائهم من الطلاب في الدور اللي بيلعبوه خلال تنفيذ مبادرة حياة كريمة بشكل مستمر. النهاردة بنبدأ مع الشباب لأن ضلع أساسي من نجاح المبادرة ونجاح عمل المؤسسة هي الشباب. احنا معانا أكتر من 36 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، يهمنا أن يكون في عدد أكبر من المتطوعين علشان خاطر احنا يهمنا ان احنا نعرفهم اكتر بجهود المؤسسة ودورها في نجاح المشروع القومي حياة كريمة. حقيقي المبادرة دي من افضل المبادرات اللي تم تنفيذها على ارض الواقع، وبتسعى لتعزيز مفهوم التطوع لدى طلاب الجامعات. وحقيقي بشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبوجه له كل الشكر والتحية والتقدير على المجهود المبذول في هذه المبادرة. استفدنا من مبادرة حياة كريمة استفادة كبيرة خاصة في التطوع. احنا كنا بننزل في المبادرات دي بنستفيد من خبرات اكتر، بنتعرف على الناس اكتر، بنستفيد ازاي احنا نفيد المجتمع، ازاي نطور وننمي من القرى بتاعتنا. اهميه التطوع ان هو بيقوي قدره التواصل، وان هو بيفيد المجتمع ويخلي الواحد خدوم جدا للمجتمع. وبالنسبه للمبادره بصراحه حاجه جميله جدا، والدعم من الرئيس السيسي، وان شاء الله كده في تطور دائم باذن الله.